أبرز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ للقيام بزيارة دولة جمهورية الصين الشعبية. المزيد في سياق التقرير التالي. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية، ومشاركة السيد الرئيس في الجلسة الافتتاحية للاجتماع العاشر لمنتدى التعاون الوزاري العربي الصيني. ولدى وصول سيادته العاصمة الصينية بكين، كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن العالم ينتظر الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متحف في العالم لما يحويه من عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة، وكذا قاعات العرض التي تستخدم أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي لإظهار تاريخ الحضارة المصرية القديمة. لذا فالأمر يتطلب منا إضافة اللمسات الجمالية للمنطقة المحيطة بالمتحف وكذا جميع الطرق المؤدية إليه. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة جاهزية المتحف المصري الكبير للافتتاح وتطوير المناطق المحيطة. كما أكد رئيس الوزراء أهمية إقامة عدد من الفنادق العالمية في هذه المنطقة، وكذلك الاستفادة من وجود مطار سفنكس في جذب أكبر عدد من السائحين من مختلف أرجاء العالم، وخاصة المهتمين بالحضارة المصرية القديمة. كما أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية والتموينية واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين في فروع المجمعات الاستهلاكية المختلفة وعلى مستوى جميع المحافظات، خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك. جاء ذلك خلال لقائه مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي لمتابعة موقف توافر السلع في الأسواق والأرصدة الاستراتيجية للبلاد من السلع، وكذلك إجمالي توريدات القمح المحلية لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي الشراكة القوية مع البنك الدولي في برنامج إصلاح التعليم مع الوزارة منذ عام 2018، منوها بمجالات العمل المشتركة ومن بينها برامج الطفولة المبكرة وبرامج التقويم الشامل ووثيقة معايير المعلمين والحقيبة التدريبية لمعلمي مرحلة رياض الأطفال. جاء ذلك خلال استقباله المدير الإقليمي بالبنك الدولي، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة ملفات التعاون المشترك لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعية. واستعرض وزير التربية والتعليم جهود الوزارة في وضع الخطة الاستراتيجية 2024-2029، موضحا أنه تم تحليل قطاع التعليم، وفي ضوء دراسة التحديات تم بناء الخطة الاستراتيجية التي تتسق مع برامج الحكومة وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتوجه الدولة المصرية.